يلا يا شباب، دونك باش نبداو بالكسكسي نتاعنا العزيز الغالي. كي نقولوا كسكسي تونسي نقولوا الريحه الفاوحه، المطعم البنين، الحاجات الكل حاصلوا، والمنظر المزيان سورتو سوسوارا وازهر، ولا بالطماطم، ولا معناتها صوص زعره، ولا صوص غوج. ديما الكسكسي التونسي راهو بنته وحده الحقيقه نتاع ربي. دونك المره هذه باش نعملوا ازهر، ومشيت للجزار نتاعي ديما يفرح بيا ويعطيني كان المامو. مشيت له قلت له قصلي تريفات باهين نتاع الكتف، عطاني تريفات باهين باش نعملوا بيهم كسكسي قمقوم تاع العاده والعوايد. دونك هنا عندي الكتف نتاعي، انا راني نغسله، نبداو فحلي نغسلو شويه ومن بعد نعملو بالسويتو هكايا، نحيلو هاك الماء هذاك اللي غسلتو فيه باش نبدا نفوحو واموري واضحه. باهي دونك هنايا انا باش نبدا، هوني عندي بيت المونه كيف العاده، الكركم ما في بالكم بيا انا وياه قصه حب عميقه، وباش نحط منه شوي مقدار مغرفه صغيره، والباقي باش نزيد نفوح به الصوص نتاعنا. نعرفكم باش تقولوا لي راهو اللحم العلوش ما نحطوش فيه برشا فحات وبرشا بتتتيت وبتت، اما انا باش نحط. هنا عندي شويه تيبل باش نحط شويه فلفل مهروش باش يعطينا كتوزويزه. عندي شويه هوني شريتهم، واو في ديجا هاو حتى هو سيدي رمضان وفي جيت قد بي. هنا عندنا شويه فلفل احمر باش نحط معاها شويه ثوم، زيت باش نخليه يشرب الفحات نتاعو الكل، ملح وفلفل اكحل ديما نغلط فيهم. نورمالمون نستنسى نعملو بالزعفران، دونك نشري شويه زعفران نحطو هكا في شويه زهر كيما يعملو في النابل وكل شيء، ونحطو مع الخلطه هذيا الكل. اما الحقيقه اليوم ما عنديش زعفران، دونك نجمو نزيدو كان شويه زهر. نعملو ندخلو اكل المارينادة هذيك الكل في وسط طروف اللحم نتاعنا، وباش نخليوهم على الجنب ونتعديو للصوص. جبت جواندويت باش ما يوليش يديل كلها باللفحات ويدخلوا في الظوافر والدنيا والجو، ويولي الفيغني نتاعي مستصفر. وتوا جاي عيد، لازم الاناقه والرشاقه هكا ولا مش هكا. نجي هنايا وندخل اللفحات الكل في وسط طروف اللحم، ونتعديو توا للصوص اللي باش نعملوها. دونك لو طون اللي اكل اللحم شرب بالمارينات اللي حطيناها الكل فيه، فوالا. وعندنا قرين فلفل هو اللي باش يبدل لنا الدنيا الكل. دونك باش نحطوه، باش نحطو معاه البصل، دونك باش نحطو كونتيتي باهيه نتاع البصل خاطر كي يذوب هو اللي باش يعطينا التختوخ اللي باش نسقيو به الكسكسي نتاعنا. فوالا عندي هذوما الفلفلات الصغيرونات هذوما باش نحطهم كيف كيف في وسط المقفول. توا باش نقليهم هذوما بالكدا بالكدا، ومن بعد باش نزيدوهم. هون عندي كابتن طماطم كونكاسي معناتها مرحيين شويه باش نزيدوهم للصوص نتاعنا. متفاهمين؟ صوتينا اك الدنيا الكل. دونك توا باش نجي ونحط الحيمات نتاعي، نبدا بالسوري دانيو شيش مسخ حويجي تاو ترسيلي جبيبة تمشي كيك عليا. قلينا اللحم وقلينا معاه البصل وك الطماطم اللي زدناها والفلفل وكل. دونك توا باش نمرقو بالماء سخون ونخليوها تطيب على راحتها. ما ننساوش باش نحطو الحمص، هاني ذكرتو توا. نخلط ونخليها تطيب 30 دقيقه ونتفقدها. ديجا الريحه تشهي متكم ونشهيكم. يلا تويك الصوص نتاعي قريب تطيب، دونك باش ناخذ رنده كسكسي نتاع رنده اللي هو جويد. هوني عندي الفيشكه نتاع الزهر باش ندبثبث شويه هكايا الكسكسي نتاعنا بالزهر، ريحته فايحه. باش نحط فيه زيده شويه زيت زيتونه قبل ما نحطو يتفكر.
هي ندخل ونجيب باش نحط في الكسكيس ونحط الكسكسي نتاعي. وفما حاجات مثلا الكسكسي وكل لازم عندك الشقالة هذية الهوية متاعنا. خليوها يفور واحنا اونتخو طون شنو باش نعملو؟ باش ناخذو الفاكهة متاعنا ونحمروها. نحس التسقية نقصها هكا غنية ولا معش، فما غنيات يغنيوهم ديما على الكسكسي. بالحق قرت زيتها، زدتها قرين فلفل، وتوا باش نسقي الكسكسي نتاعي واللي ريحة الصوص نتاعو بالحق مع اللحم العلوش وكل نودكم ولنشهيكم والله. ومع الزهر كنكتة الزهر اللي زدتها عطاتك الكيفيه هكا، عطات دوسوغ للكسكسي. نبدا نخلط فيه نمرق بالكوش الفوقانيه نتاع الزيت. علاش نقول لكم هكا؟ على خاطر الحقيقه انا واحده من الناس قبل ما كنتش نعرف نعمل الكسكسي، خاطر ديما يجيني ماهوش هكا اللي فارك وكل شيء. دونك هذوما لي استوس فما عباد برك الله بالاكسبيريونس وكل يوليو يعرفوهم وما يوصلولناش الفازه هذه، معناتها الفكره هذيا. دونك قلت خليني نقولها لكم للي ما يعرفهاش هكا يعرف شنو هو الاستوس اللي ديما نمرقوا بالكوش الفوقانيه قبل كل شيء. اكلم زيت فتكم قبيله بالكليم، حطيت جديده وحطيت معاها شويه فاكهه وشويه اكليل فريشك، سوتيتهم الكل فكه جديده بالويل دوليف. يا اخي هاهم ديجا من بعد باش نزينوا بهم، جاو هايلين هايلين. فوالا يلا تو نحطوا كاللحم نتاعنا ذيب زبده. فوالا حطيته في البريزونط في الدريساج وكل في حاجه باش نحطو هكا باش نحطو شويه كالحمص اللي طاب. فما شكون اللي طيبو وحده؟ انا الحقيقه ما طيبتوش وحده، حتى زبيب ما فورتوش. فما شكون اللي يفورو؟ اي نو جوست. انا هوني الفيكي حطيتها في شويه كليل زعتر الكل باش نزين بها البلان تاعي هكا. وديما انا راهو نحط على الداير باش اللي يهز باش يحط في صحنه والكل يلقى عنده شويه فيك، مش واحد يا خو واحد لي هكا ولا اسم الطعمتي. كل واحده نقصها في زوج نحطها في وسط الكسكسي. القوة هاو الكسكسي زيادة القوة متاعو في الدريساج، يظهر لي من أكثر الحاجات اللي واحد ينجم يزين، ينجم يحط فيه. نحن نحبو العظم في الكسكسي، نحبو الفاكهة، نحبو الحمص. ولا شفتو محليها الكسكسي متاعي مزيان ولا مش مزيان؟ الريحة ياسر بنينة، جاي فارك، جاي تحسو هكا خفيف وكل حاجة تعمل الكيف. وبيان سور ما ننساوش المساند الرسمي متاعنا في اللمات والمناسبات متاعنا في سيدي رمضان، البوغا، البوغا سيدر والبوغا ليم. واليوم اخترتهم ما غير سكر. بيان سور المنيو متاعنا مشخشخ، يا كسكسي يا بقلاوه يا دنيا يا سلايط يا تناوش. دونك باش نشخشخوا برشا دونك لازمنا نهضموا بالبوغا متاعنا كيف العاده والعوايد.